رحنا إلى البندر في شهر نيسان نشتي نبيع الفل والفل والهان. أهلا فيكم في مطبخنا ومرحبا وسهلا وأهلا فيكم يا مراحب. أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا في بكم عندنا في مطبخنا. مطبخنا دايما غير وأكلاتنا غير. مطبخنا مليح مطبخنا مليح يجنن. أكيد أيضا مع صفا ومعي أنا وإن شاء الله اليوم كذا معانا رحلة عدن 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 يا ليد عدن عدن في بيل الهواء ملون. اليوم طبعا أي واحدة فينا أو أي واحد فينا يروح لعدن يخور حاجة كثير يحب يأكل هناك اللي هي الرز والصنونة والمطفاية. أنا عن نفسي مطفاية مطفاية أيوة فينا يسمونها طفاية وخلاص. ديك طفاية سيجارة يعني. الأكل اسمه رز أو رز معدس تمام. دائما ناكل الصنونه مع الرز المعدس معلش وصنونه ومطفايه صنونه سمك. سمك اليوم بتكون معنا حلقتنا اسماك عشان كذا دائما أسماك. انا ده غالبا لما تشوفيني ده البس اللون هذا كذا احس انه في بحر بحر واسماك وحاجات زي كذا. بنبدا ونقول بسم الله وبنتكلم عن مكوناتنا اليوم. اول حاجه بنتكلم عن مكونات الرز اللي هي 4 أكواب رز وكوب ونص من العدس الأصفر العدس البرتقالي أصفر عدس طبيعي مكعب مرقة دجاج وبهارات صحيحة تمام. ونبدأ نكمل لهم الباقي. ومعانا بسبس عدني ومعانا هنا كمون ومعانا ملح ومعانا هنا كبزرة ناشفة بس ناشفة. شوفوا شوفوا بهارات اليوم قليلة. السمك بيحش البهارات الكثيرة أصلا السمك حلو والنكهة القوية كلما كان طري كلما كان أيضا حلو. أيوة دائما بجلس أقول لكم هي وباكلة كثير السمك يحب الشبت والشبت يحب السمك. وين الشبت؟ هذا الشبت اللي هو الشمر طلع نكهة حلوة المأكولات البحرية. اليوم بهاراتنا قليلة اللي هي الكمون وكبزرة ناشفة وملح وفلفل بس تمام. كحاجة بسيطة بنحطها في البداية طبعا ناس كثير يعملوها اللي هي الإيش الحلبة الحبوب الهلبة الحلبة الحبوب. فبيكون معنا كمان بسباس عدني وبيكون معنا صلصه طماطم ومعنا سمك تمد تمام تمد بس صنونه ايوه تمد ولا تمد تمد ولا تمد كل واحد. بيكون معنا بطاطا او بصل بصل اخضر طماطم بسباس اخضر ثوم وهنا هنا المكعب مرقه دقيق حطيناه غلط هنا مع الرز هو كبزره وبقدونس زي ما قلت لكم وشبت البقدونس اختياري. بعدين عملت لكم حاجه كثير 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 حلوه ودرجة الايام والبنات مجانين عليها ومهابيل عليها اللي هي الشطه الهنديه البسباس الهندي بسباس اخضر وثوم وحمر هو بسباس نوعه اخضر كاري وكركم وطبعا اكيد بستخدم خردل حبه السوداء او حبه البركه وحلبه حبوب كذا. هنا قلت لكم مكوناتنا طبعا اكيد 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 بذكركم في كل المكونات بتطلع بالشاشه. نبدأ مع بعض يا ندى نجهز لحلقتنا بسم الله اليوم. يلا نبدأ بنجهز الثلاث الأصناف اليوم مع بعض تمام. بخلي بس هذه بشيلها على جنب لأن احنا بنجهز الشطة بنخلي هذا بنحطها على جنب لأن احنا بنجهز الشطة بعدين. يلا خلصتي على الرز رز الرز 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 نجهز هنا معانا احنا الماء جاهز الرز هنا أسهل منه. بناخذ زيت طبعا الرز بعدس دائما الصنونة تتاكل وتفضل انها مع الايش الرز بالعدس. بحط بهارات صحيحه اللي هي قرفه وهيل وقرنفل اوكي وبقطع بصل طويل دائما اقول لكم ان البصل الطويل تطلع نكهته حلوه مع الاكل معلش لانه الطاسه اللي عندي كان فيها ايش شويه ماء نحن الزيت فعادي احنا الكفالات ايوه احنا بنحط البصل كده معاهم هنا اوكي يا ندى اوكي يا مشاهديني بخلط البصل شويه في هذا الوقت نفسه بحط انا الرز كمان يا اني اخلي البصل يتحمص شويه مش مشكله ياخذ لون ذهبي او اني ممكن احط البصل على طول الرز على طول مش مشكله. بحط الرز بحط الكوبايه والنص 4 أكواب من الارز وكوبايه ونص من العدس او اقل حسب الرغبه عادي اوكي. بهذا الوقت بحط مكعب مرقه دجاج اي مرقة دجاج تحبوها هي عشان النكهة بس تطلع اقوى وبحط كمان رشة ملح عشان يتحمصوا مع الارز شوية الارز مع العدس
جدا حلو ونكهته جدا حلوه. حتى فوائده زي فوائد اللحوم، يعني لو بيعرفوا انه العدس البروتينات الموجوده في العدس هي نفسها الموجوده في اللحوم. فنقدر اللحوم نقدر السمك يعني؟ لا انا اقصد اللحوم. بنسكب الان الماء. اوكي نغمر الرز بالشكل هذا. بس نذكر كذا المشاهدين يا صفاء انه لكم اشخاص هذه المكونات؟ أربعة أشخاص. يعني 1 2 3 4. وبغطي عليها هنا عشان يستوي معايا. تمام. ارفع النار طبعا زي ما احنا متفقين، سواء الرز يكون نرفع النار في البدايه على نار مرتفعه لحد ما يبدا الرز يغلي معانا، او انه ينشف كميه الماء نوطي الرز عليه ونخليه يستوي على الحراره. ببدا اول شيء ابهر السمك. ايش بنحتاج للبهارات؟ كمون وكبزره وملح وسباس عدني بس. اوكي خليني هنا ابدا ابهره زي ما قلت لكم، كمون نبهر السمك من داخل ومن خارج بهذا الشكل. بنحتاج ان احنا نفتحه؟ بقول لك الان ايش بنسوي احنا بالضبط. من داخل السمك اصلا هو مقطع وبعدت الراس حقه كذا، كمون من داخل ومن برا بهذا الشكل، كبزره كمان. لو ركزوا معانا المشاهدات كيف سوت صفاء. اوكي بهرته من داخل، كمان الملح بعمل له كذا رشات ملح خفيفه، فانا كذا بهرته بالشكل هذا. تمام عملت له البسباس العدني، كمون، كبزره وملح. احطه هنا على الدقيق. حطيته في الدقيق ليش؟ طبعا هو لازم نقليه على طول، بس تجنبا من انه يمسك معانا في المقله واحنا نقليه، حطيته على الدقيق. حلوه هذه، تجنبا. نقلبه بالدقيق بالشكل هذا. فهنا خلاص خلصنا كذا. ندى انا بخليكي تتولي مساله قلايه ايش؟ علشان اتبخر بالسمك. بالضبط. نعم كذا صفى تسويني يعني. هنا بخليكي تتولي مسألة القلاية ولعي لي النار هنا كذا. الآن بنبدأ نجهز مع بعض الصنونة. الصنونة هي نفس أي صنونة، نفس المكونات حق أي صنونة، بس إحنا ما بنبهرهاش كثير. السمك غالبا بنستخدم البهارات حقها كبزرة وكمون والحلبة اللي هي ندى. خلاص كفاية وطي النار عليها لأنها أيوة. زيت بسكب لك كمية معتبرة من الزيت. تمام هذه كمية من الزيت معتبرة. خلص ايش الزيت علينا يا ندى؟ معتبرة. عاد معنا احنا صنونة ومعنا احنا معتبرة. كمية معتبرة ومعنا احنا البسباس الهندي اللي كلمتكم عنه يحتاج زيت كثير. باخذ شوية حلبة كذا بحطها هنا. انتبهي تنحرق عليكم الحلبة، لو انحرقت الحلبة اللي يحصل انه على طول طلع نكهة مش حلوة خالص. انتظر له لما شويه سخن خلاص. انا شفت الحلبه تنحرق، لو الحلبه انحرقت خلاص راحت عليك على فكره، راحت النكهه ايوه والرائحه بترجع على الشمه جمال وكذا وكذا. تمام خليها شويه لما يشحطوا لنا ده. خلينا نتحرك مش كثير، خليها يشحطوا عشان ما يمسكوش على الحين تحت. تمام اوكي اما نخليهم يقتلوا بالراحه. اول حاجه هنا تسخن معايا بقطع البطاط. تمام بقطعه على شكل جوانح، فأنا بقطع البطاط على شكل جوانح بالشكل هذا. لذا انتم تاكلوا الرز والصنونه منطفيه عندكم في البيت؟ اكيد، بس ناكله مع رز ابيض مش مع رز مع معدس. مع رز معدس تطلع نكهه مره حلوه. فانا هنا قطعت البطاطا بهذا الشكل، بعمل زيت اوكي وبحط كمان زي ما كلمتكم رشه حلبه. الصنونه منطفيه كذا نكهه النكهه الحلوه تطلع. وانتبهوا لا يحرق عليكم الحلبة. حبوب الحلبة ايوه، رشة الحلبة هذه تكون حبوب ما تكونش بودر. تمام تكون حبوب. وعلى طول بحط البطاطا تنقلي بهذا الشكل واخليها تنقلي شوية. في الوقت هذا انا بقطع البصل. ندى خلاص خلي بدلا ما تغلطيش، خليك تحذر مع السمك اهم شيء عشان ما يتكسرش. طبعا السمك عشان تعرفوا انه فريش ولا مش فريش، وقت القلايه السمك لما ينطبخ تطلع ريحه مش حلوه خالص. اذا طلع ريحه مش حلوه معناته السمك مش فريش خالص. وكمان معلومه انه اضغطوا على السمكه اضغطوا عليها بالشكل هذا اوكي، لو يد وشيلوا لو انحفرت يعني انا شوف انا ضغط وشلت على طول رجعت معايا السمكه ما انغمرتش يعني بالشكل هذا. شفتي شلت يدي على طول ترجع العلامه لا تحمل ايوه. بس اذا ضغطت السمكه وما رجعتش معي وجلست محفوظه لتحت معناته ان السمكه اللي معانا خربانه. معلوماتك يا صفاء. فهذا عشان لما تروحي تشتري سمك من السوق خليكي مركزه على هذا الموضوع. تمام ولا مش تمام؟ تمام تمام.
بحط انا هنا بسباس اخضر. طبعا الصالونه ممكن تضيفوا له اضافات كثير، في ناس يضيفوا له باذنجان، قطع باذنجان، في ناس يضيفوا له باميه. بحط البصل عشان وقت البرنامج، وبعدين بخليهم ينضجوا مع بعض مع السمك ان شاء الله، تنضج معنا البطاطا. بحط البصل، هذا الصالونة مطفاية، أكلة لذيذة كثير، مربوطة عندي بذكريات لما أوصل، كنت من السفر أوصل من صنعاء لعدن على طول، الله يرحمها جدتي كانت تعمل لنا رز وصنونة ومطفاية، ونجلس بالصالة كلنا نجتمع مع الحما هذاك حق عدن والمروحة شغالة، وإحنا ناكل رز وصنونة مطفاية، يكون واصلين من سفر يعني الجوع حق السفر كيف يكون؟ صح، نكون جالسين كذا مقشرين. حاجة حلوة لمة العائلة ولمة الأسرة، وإحنا دائما نفتقر يعني نفتقر هذه الأيام للمة هذه، نفتقر للروح الحلوة اللي كانت موجودة فينا زمان. زمان الأيام هذيك لها كانت الروح حلوة، بنات الخالة وبنات العم وذكريات العيد واللمة إن شاء الله إن شاء الله ربي يرجع حتى كأنه كلنا كذا نحتشر داخل غرفة واحدة. بالضبط كلنا يعني والنفس يعني كذا بالقلوب يعني. أنا حطيت هنا ثوم مهروس تمام، وحط البقية من عيش الهراسة هنا، وبهذا الوقت والبطاطا والبصل هنا يختلي في هذه اللحظة بالتحديد تمام. هذه تكت ست الحبايب فلازم أعملها بالضبط. ركزوا على تكات صفاء، تكت ست الحبايب، تكت أمي مش تكتي. أنا بحط كمان، بحط ملعقة كبزرة مطحونة هنا والبصل ينقلي أوكي وبحركه مع البصل لحد ما ينقلي هو البصل والبسباس الأخضر. بعد كده نضيف هنا الثومة، بخليهم ينقلوا مع بعض كويس. طبعا المطفاية تقدروا تضيفوا لها اي كمية بسباس، بس احنا نسميها مطفاية من ناحية ليش نسميها مطفاية؟ مطفاية من كثر البسباس اللي فيه. طيب يعني ايش يعني كيف زي يقولون كذا يسمونه مطفايه من كثر تحطي كميه بسباس اللي بما انه طافيه وحاجه زي كذا، انه مطفايه زودي بسباس كذا معروفه. فشيلي شيء كذا كذا يسمونه في الطاوه تمام. بحط البسباس هنا، خلينا ازود كمان بسباس خمسه كذا ينقلوا مع بعض خلاص. هنا بحط طبعا الرائحه يعني مره حبوبه انا طبعا اقول لكم حاجه حبوب حبوب، الرائحه مره حلوه. وزي ما تكلمت صفاء انه لما يكون السمك طازج يكون الرائحه مختلفه. انا بس هنا احتاج سويت كمان هنا البسباس مع البصل كمان مطلع رائحه حلوه تمام. الان هنا انقلى معي البصل وانقلى معي البطاط. بحط طيب لو شوفوا كده المشاهدات ايش سوينا هنا، سوينا الايش؟ بصل، سوينا البصل والبسباس والبطاط، سوينا ايضا كمون صح؟ لا كبزرة ناشفة. هاي كبزرة ايوه. بحط هنا ملعقة صوص الطماطم يا ندى تمام؟ تمام؟ بحط ملعقة، ده انا دائما انصحكم انه تحطوا ملعقة صوص الطماطم تنقلي مع الزيت عشان بس اعتقد إيش؟ انه كمان نسوي بسباس عدني صح؟ بسوي بسباس عدني لانه اصل الصالونة بسباس عدني. ايوه هنا سويت بسباس عدني، بحط حبة من الطماطم الان بقطعها اوكي بين الصالونه وبعدين بضيف الكبزره وبحط السمك. الان خلاص احنا تقريبا شبه خلصنا الصالونه، شبه خلصناها شبه. بحط الطماطم هنا تمام وبحرك. هذا الوقت لما احط الطماطم اول ما ابدا احط الطماطم كونوا حطوا على طول رشه الملح تمام. ايش الفكره؟ لانه الملح يذوب الطماطم اوكي. حطوا ملعقه من الملح وارفعوا النار تمام. خلوني اقطع شويه كبزره، بفرم شويه كبزره هنا اوكي كذا تمام. فست البيت انت ممكن تضيفي هنا شبت، بس انا خليت الشبت للمطفايه نفسه تمام. نوطي النار عندك شويه بس هنا خلاص. انا هنا ضفت كل المكونات حقي. اللي بيحصل الان اني بضيف شويه من الماء تمام للصالونه بهذا الشكل كذا اوكي، وبستنى لما الصالونه تبدا تغلي معي شويه. اول ما تبدا تغلي ممكن احط نص ملعقه صغيره هذا الشكل كمون تمام، والكبزره الناشفه كفايه. اول ما تبدا الماء اللي هنا يغلي معي شويه أنا على طول بنزل قطع السمك بين الصالونة.
نسوي الآن السمك بين اللي سوته صفاء. إيش سوت صفاء؟ سوت البطاط والبصل والطماط والبسبس عدني والصلصة كل حاجة. أوكي أنا هنا خلاص نزلت الزيت. شلت الزيت نفس فكرة الصالونة بعملها هنا بس بدون طماطة. تمام ولي نفس فكرة الصالونة. بعمل الإيش؟ الصلصة. صلصة بالطماطم. وهنا سوينا السمك طبعا. نزلنا السمك ونغطي على ونخلي الصالونة تستوي. نزلنا السمك يتسبح. والآن بسكب بقية البسباس العدني تقريبا ملعقتين كبيرة. هي ملعقتين زي كذا بسباس عدني هنا. أوكي. وبحط الثوم. خليه هنا يتسبح براحته. وبحط قطع من الثوم بالشكل هذا. خلينا السمك يتسبح بين ال. بقطع الثوم كذا قطع عن طفاية. نفس الوقت خليني بس أشيل هذه على جنب. بقطع الشبت. باقي البسباس الهندي. باقي البسباس الهندي. باقي البسباس الهندي. تمام. أنا كذا حطيت البصل وحطيت البسباس الأخضر. ندى هاتي لي المقطعة. حطي لي المكونات هنا. الآن إيش حطينا هنا يا صفاء؟ حطينا البصل والبسباس الأخضر وحطينا شوية من صلصة الطماطم. ملعقتين كده من البسباس العدني. تمام. والآن بنحط هنا ملح. نسويها على جنب. على جنب. نخفف من الزيت. لأنه كان كثير. بحط شوية كمون. مش حلوة زيت. كمون. صحة. كبزرة. وبحط ملح. وكذا خلصنا المطفاية. تمام. كذا. ممكن أضيف شوية ماء يا ندى. سكبي لي شوية ماء. هذا المطفاية. شوية ماء. بس كفاية. كذا أخليها تتقل شوية مع السمك. أوكي. وكذا نكون خلصنا الصالونة وخلصنا المطفاية والرز بالعدس هنا معنا يستوي. ونرجع لكم مع البسباس الهندي. زي ما أنتم شايفين عملنا مطفاية وسوينا صالونة ورز بعدس. رز بعدس. الآن بنسوي اللي هو البسباس الهندي ونشوف ايش الفرق بينه وبين البسباس العدني وهذه الحاجات. في البداية خلونا نتعرف على مكونات البسباس الهندي. مكونات البسباس الهندي انا معانا بسباس الكميه اللي نحبها ممكن نص كيلو ممكن ربع كيلو اللي نشتيه كثير على حسب الكميه اللي نحبها. انا عملت هنا كميه شويه مع نص راس ثومه او راس ثومه كامل. معنا احنا ملح كركم كبزره ناشفه وكاري. تمام. معنا حلبه حبوب حبه البركه او حبه هودا وخردل ومعنا خمر وزيت القلاع. بحط هنا زيت. تمام. كمية ما هالشيء أنا كنت حاطة من قبل بس زودت الآن. وارفع النار. أول حاجة بحط شوية من الحلبة. نفس الشيء ما تحرقش. أي ما تحرقش معنا خالص. بتروح بالأخير تسوي عيش نكهة بس. أيوة بحط خردل ملعقة صغيرة من الخردل. حط بسباس قليل. مع كمية من الزيت. الزيت يعتبر مادة حافظة له لما نجي نحطه في برطمان يا ندى. هاتي لها بس عشان نهرس الثوم. هرسي لك هذه الكمية من الثوم كذا. 1 2 3 4 5 6 فصوص من الثوم. تمام. وبالوقت هذا هنا البسباس معنا ينقلي. عملي ملعقة ملح. ملعقة كبيرة ملح. اوكي. وملعقة كبزرة ناشفة. وعملي ملعقة من الكاري كبيرة. تمام. وملعقة من صغيرة من الكركم. تمام. هنا البهارات قاسة تنقلي مع البسباس. بتطلع نكهة أقوى في هذا الوقت نفسه. لذا البسباس خلاص بدأ ينقلي شوية. أنا ممكن أقرب. أشوف. ممكن أقربها كمان. خلاص ما بحرقش. لا خلاص نحط خلاص. كذا بهذا الشكل. تمام. يا صفا ممكن إحنا بدل ما نتعب هذا التعب كله ونسوي نقدر نشتريه كذا جاهز ممكن إنه يباع أو شيء. أنا أكره الكلمة هذه الاختصارات الشديدة هذه عشان بحرق كل شيء جاهز أصلاً ينعمل في البيت. موجود. أنا عشان أطمنكم موجود جاهز. بس أأكد لك إنه بتطلعش النكهة نفس كذا. المكان اللي ما تعمليها أنت في البيت تكون النكهة صراحة ثانية وطعمها حلو. بضيف الآن الثومة يا ندى. يا مشاهدينا. تمام. فضفت هنا ثومة. تمام. بضيف الآن رشة بسيطة من حبة البركة اللي هي حبة سوداء. شوية بس. نقارب ملعقة صغيرة. حبة البركة. وفي هذا الوقت اللي البسباس اختلى معانا شويه يا ندى. طبعا هو كل ما اخذ لون كل ما كان احسن بس انا عشان وقت البرنامج انا بضيف هنا ماء الحمر. انا نقعت حمر. بضيف الماء حقه نفسه.
وبخليها يستوي. ممكن عادي لو نزلت قطع حمر مش مشكلة. مع ماء الحمر. تمام بالشكل هذا. الآن بخليها يتسبك البسباس مع ماء الحمر. أغطي على. خلاص ندى شيلي هذا على جنب لو سمحتي. أغطي على بصوري المشاهدين كيف بيكون شكله علشان يتسبك بهذا الشكل. تمام. بغطي على وبخليها يتسبك براحته على نار هادية لما يستوي البسباس. طبعا قبل ما نحن نحطه في برطمان ونحفظه في برطمان لازم يا صفا وبيجلس مثلا بالثلاجة. ايوه في هذه النقطة. في هذه النقطة اللي كنت اشقولها انا زودت كمية الزيت في البداية. ليش يا حبايب قلبي؟ زودتها عشان الزيت يعتبر مادة حافظة وبيحفظ لكم. انا بس اشوف اطمن على الصالونة. ايوه هون تمام. وبيحفظ لكم البسباس تمام في العلبة. تدقوا برطمان وتحطوا البسباس وتسكبوا الزيت، الزيت اوريدي بيطلع لفوق بيكون معاكم مادة حافظة. نحط في الثلاجة لو هي منطقة حارة، ممكن نحط في برا الثلاجة لو احنا في منطقة اصلا باردة والجو معتدل معنا وتمام. قبل ما تحطيه اول ما يبرد معاكي طعمي مقدار الملوحة، لو الملوحة خلاص تمام مضبوطة معاكي خلاص. حابة تضيفي شوية ملح عشان نضبط معاكي الملح، ضيفي الملح. وبكذا وجباتنا تكون جهزت، المطفاية جاهزة والصالونة خلاص جاهزة والبسباس برضا. نسكبهم الآن في سحور التقديم ونقدمهم لكم. نفسي لي. جيب البسباس وكذا نكون خلصنا اليوم معاكم. إن شاء الله تكون عجبكم الصالونة، رحتم معنا عدن وعشتم أجواء عدن، وإن شاء الله على طول في مطبخنا أكلات تكون كذا حلوة ومشهية وفيها بسباس كتير. وإن شاء الله أشوفكم حلقات قادمة. سلام.